برمال الصحراء تحت الشمس التي تراقب بصمت ثبت مرة أخرى أن الحرب لا ترحم. قالوا إنه بسبب الأسلحة المخفية والخطرة التي حولت السماء إلى نار. كبن للعراق، وقفت على حافة طريق الموت شاهدا على الغضب الذي يمكن أن يطلقه البشر. أحضرت الولايات المتحدة في خوفها من صدام وشائعات الدمار. في الدمار الذي لا يوصف، الكارثة إلى أرضه الآن تحمل الرياح همسات الخراب وتدفن الرمال خطايا الماضي. ولكن كما تعلمنا مرارا وتكرارا، الحرب لا تتغير. اللهم احميك يا أخي بينما نقف جنبا إلى جنب في ظل الصراع، دع نوره يهدينا إلى السلامة والنصر. إلى الأمام يا أبطال الأرض، فالوقت قد حان لنثبت شجاعتنا وندافع عن أرضنا. لا تهابوا المعركة، فالنصر ينتظر الأقوياء. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Once again, the hopeless, cowardly Americans were back to repeat their cowardly act, hiding behind a technological advance that God, most gracious, wanted it to be their curse and cause for shame. The courageous resistance and great steadfastness of the noble Iraqi people gave the aggressors what they deserved. They will be taught a lesson, and their wanton attack will be resisted.
توكل على الله يا شباب. يلا 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 يا شباب يلا يا شباب. Yeah.
وما عاد في مشاكل وريحنا هالبيت وزارة ضيفي وعودنا خفيفي صارت سنة الألفين وصار عنا نظام وصار في زفت كتير وبقينا على العظام وخلصت الرشاوي